السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة النهاردة إن شاء الله Family Rabdo Verity. دي المحاضرة الخامسة في ال RNA Viruses. خدنا ال Orso Mexo Verity وخدنا ال Para Mexo وخدنا مع دكتورة نورة ال Corona وخدنا ال Picorna. النهاردة هناخد ال Rabdo Viridi أو الفيريدي. كلمة رابدو احنا عارفين ان كل فاميلي بيبقى متسمية على اسم لاتيني، وده بيدل على مثلا مورفولوجي معين او كاركتر معين للفاميلي، زي كورونا. احنا عارفين ان كورونا باللاتيني يعني كراون، اللي هو التاج، على ان الفيروسات بتاخد شكل التاج. الميكزو فيروسز، الاورسو ميكزو والبارا ميكزو. كلمة ميكزو احنا قلنا ان هي معناها ميوكس، لان هي بتعمل respiratory manifestations، اللي هو الاورسو ميكزو والبارا ميكزو. البي كورنا اللي هي درست فيها الاف ام دي او الحمى الكلعية. بيكو طبعا معناها صغير، وحطينا لها ال RNA لان هو RNA، فاصبحت بي كورنا بيكو RNA. وطبعا اللي هو الاكسبريشن فايريدي اللي هو الفاميلي. رابدو باللاتيني معناها رود، يعني عصيان، لان شكل الفيروسات بتاعت الفاميلي دي تحت الالكتروميكروسكوب بتبقى شكلها زي العصيان. يعني طبعا هم في بداية كانت شكل العصيان، بس بعد كده هنشوف انها هيبقى شكلها زي طلقة الرصاص. يعني classification بتاع الفاميلي، الفاميلي دي تحتها تلاتة جينس. الجينس الاولاني جينس ليسا فيروس، اللي هو بيشمل الريبس فيروس، اللي هو طبعا الريبس اللي هو بتاع مرض السعار او داء الكلب، وده بيصيب طبعا كل الورم بلادد انيمالز والهيومن. في الجينوس الثاني الفيزيكولو فيروس، ده تحتيه الفيزيكولار ستوماتيتس فيروس، بيصيب الكاتل والهورس والبيج. في كمان اتنين فيروسز بتاعت الأسماك، زي السبرينج فيريميا اوف الكارب بتاع المبروك، والجراس كارب رابدو فيروس برضو بتاع السمك المبروك. الجينوس الثالث جينوس افيميرو فيروس، ده بيندرج تحتيه البوفاين افيميرال فيفر فيروس، اللي هي حمى الثلاث ايام طبعا سمعتوا عنها، اللي هو 3 day sickness، وسميت كده لان هو بياخد الكورس بتاع الديزيز غالبا بياخد 3 ايام وبعدين بيحصل ريكفري. في الهيموراجيك سيبتسيميا فيروس في السمك، وفي انفكشوس هيماتو بايوتيك نيكروزس فيروس اوف الفيش. ده الكلاسيفيكيشن بتاع الفاميلي. طبعا هندرس ان شاء الله بالتفصيل الريبس فيروس. الريبس له اسم تاني ممكن نقول هيدروفوبيا. هيدروفوبيا يعني الخوف من الماء، لانه هيبقى المريض سواء انسان او الحيوان عنده فوبيا رهيب من ان هو بس يشوف شكل المية. بيبقى عنده خوف جامد جدا من المية، لانه اصلا ما بيعرفش بيبلعها. هنشوف ليه دلوقتي. فده بس له اسم تاني اللي هو الهيدروفوبيا. تعريف المرض طبعا هو زونوتيك. خلوا بالكم من الامراض الزونوتيك اللي خدناها لحد دلوقتي. خدنا ايه زونوتيك؟ يعني تحاولوا تجمعوها. ده الريبز is a zoonotic disease caused by طبعا ريبس فيروس، تبع جينس الليسا فيروس، فاميلي رابدوفيريدي. اعراضه بتبقى بتنتهي ب فيتال انسفالايتس، يعني اللي هو بياخده وما كانش متحصن لازم في الاخر بيبقى
ديس بيبقى في الآخر بيؤدي إلى الموت نتيجة للسيفير أكيوت إنسفاليتس. بيصيب كل الورم بلادد أنيمالز، لكن 99% من الوفيات أو أسباب الريبس في الهيومن بتبقى من الدوميستيك دوجز. طبعا هو 100% فاكسين بريفنتابل ديزيز، يعني لو احنا خدنا المتحصنين قبل الإصابة، سواء بالنسبة للناس اللي هي الفيترينيريان مثلا أو الأونرز أو كده، يعني قبل الإصابة أو مباشرة بعد الإصابة لحقناه يعني بالفاكسين، يبقى هو بيبقى بمنع الديزيز بنسبة الحمد لله 100%. الجنرال بروبرتيز وشكل الفيروس وكاركترز بتاعة الفيروس زي ما متعودين في كل الفاميليز، شكل الفيروس الشيب بيبقى شكله شهير جدا جدا تحت الالكترون مايكروسكوب، بيبقى شبه البوليت شيب اللي هو شكل طلقة الرصاص، واضحة جدا اهي تحت الالكترون مايكروسكوب. زي ما قلت لكم رابدوس يعني رد، يعني شبه يعني زي عصاية، بس يعني ممكن نقول سيلندريكال زي الأسطوانة كده، بس راوندد عند وان اند وفلات عند الأذر اند. السايز بتاعه ايه؟ يعني نقول عليه السايز ولا كبير ولا صغير، بيبقى متوسط. بيبقى الطول اللينس بيبقى حوالي لينس حوالي 180 نانومتر في الديام، اللينس بيبقى 180 والديامتر بيبقى 75 نانومتر. خلاص النيوكليوكابسيد السيمتري بتاعه ايه؟ بيبقى هيليكال نيوكليوكابسيد. طيب هل هو الفيروس انفلوبد ولا لا؟ ايوه انفلوبد، has a lipoprotein envelope، تحتيه بيبقى طبقة من الماتريكس بروتين لير، ودي مدية الفيروس الريجيديتي بتاعته، يعني مدياله الشكل بتاعه يعني بيخليه ستيبل شوية. طيب الانفلوب هل هو سموث ولا عليه بيبلوميرس؟ عليه نوع واحد من الجلايكوبروتين بيبلوميرس، اسمها ايه؟ اسمها الجي بيبلوميرس، جي بيبلوميرس، بتبقى 8 حوالي 8 نانومتر في الطول. بالنسبة للجينوم طبعا احنا قلنا هو RNA فيروس، الجينوم بيبقى نون سيجمنتد يعني سينجل مولكيول، نون سيجمنتد سينجل ستراند negative sense RNA، يبقى هو non-segmented single strand negative sense RNA. الرسمة هنا التوضيحية، هنا ال RNA، ال RNA هو non-segmented non-segmented. طبعا ال helical capsid بيبقى حوالين ال RNA for protection زي ما احنا عارفين. الازرق هنا ده الماتريكس بروتين لير تحت الانفلوب على طول، هنا اللي هو الاوتر بره ده الاوتر انفلوب لايبو بروتين انفلوب، ودي طبعا الجلايكو بروتين بيبلوميرز. خلاص هنا برضو توضيحية، هنا هو اهو شبه البوليت شيب، ده الار ان ايه جينوم. الهيم اجلوتينين سبايكس اللي هي الجي جلايكوبروتين سبايكس، هي بتعمل لي هيم اجلوتينين اكتيفيتي برضو، لكن هو له نوع واحد من السبايكس اللي هي الجي جلايكوبروتين سبايكس، لكن هتعمل لي هيم اجلوتينين اكتيفيتي. اللايبوبروتين انفلوب اهو، وفي بقى بروتينز تانية هناخدها دلوقتي زي بتبقى على هيئة انزيمز، تبقى طبعا نون ستراكشرال بروتين زي الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز اللي هيساعدني بعد كده في ريبليكيشن، وهنا في الماتريكس بروتين لير.
شكل الفيروس سبحان الله تحت الالكتروميكروسكوب، طبعا واضح جدا typical bullet shape flat من one side و rounded من one side. طيب الجينوم بيبقى ال RNA جينوم حوالي كام بروتين؟ بيبقى خمسة major أو كام جين، خمسة major genes اللي هما طبعا النيوكليو بروتين اللي هو بيبقى النيوكليو كابسيد بروتين، وفي الماتريكس ال MM بروتين اللي هو الماتريكس بروتين، والفوسفو بروتين، وفي ال L ده ترانسكريبتيز هيبقى انزيم، والجلايكو بروتين اللي هو طبعا السيرفيس بيبلوميرس، وده أهمهم لأنه هو ده اللي هينتج ضده النيوترالايزنج انتي بوديز من الهوست بودي، زي كده في الانفلونزا ال HA، وزي في النيوكاسل ال F سبايك، وزي في الكورونا ال S بيبلوميرس، وهكذا هنا في الريبز اللي هو ال G جلايكو بروتين جين. طيب هيجي ال شوية البروتينات دول، ركزوا معايا، ال L بروتين اللي هو الترانسكريبتيز، والنيوكليو بروتين ماشي، والفوسفو بروتينز هما مع بعض مع الفيرال ار ان ايه بيتجمعوا مع بعض كده. العملية دي بتحصل اثناء الريبليكيشن يا جماعة، بيتجمعوا مع بعض كده في السيتوبلازم بتاع النيرف سيل. طبعا هو طبعا الفيروس بيعمل ريبليكيشن في النيرف سيل بتاعت البرين، خلاص. فأثناء الريبليكيشن بيجي البروتينات دي مع الفيرال ار ان اي ويتجمعوا، بغض النظر عن عملية الريبليكيشن يا جماعة، دي حاجات كده بتبقى ايه، حاجات تانية يعني بجانب عملية الريبليكيشن، البروتينات دي بتتجمع في السيتوبلازم وبتكون لي حاجة كاركترستيك جدا للريبز، وبنستخدمها في الدياجنوزيس تسمى بالنيجري بوديز. النيجري بوديز كنا واخدينها في العملي قبل كده، هي عبارة عن انكلوجن بوديز. لو تفتكروا يعني ايه انكلوجن بوديز، انكلوجن بوديز دي عبارة عن فيرال كومبوننت بتتجمع at the site of the virus replication. لو هو بيعمل ريبليكيشن في السيتوبلازم هنلاقيها في السيتوبلازم، لو الفيروس بيعمل ريبليكيشن في النيوكليوس هنلاقيها في النيوكليوس. يبقى هي عبارة عن فيرال بروتينز تمام متجمعة في السيتوبلازم او النيوكليوس بتاع الخلية اللي هي حصل لها انفكشن بالفيروس. طبعا الريبس فيروس ار ان ايه يبقى هيعمل ريبليكيشن في السيتوبلازم، بتيجي البروتينات دي تتجمع مع بعضها وتعمل لي شكل معين، جرانيولز بتبقى اسمها النيجري بوديز. النيجري بوديز دي عبارة عن إزينوفيليك سيتوبلازميك انكلوجن بوديز، بتبقى حجمها من ربع ل27 نانومتر في الديامتر، موجودة في السيتوبلازم بتاعت النيرفس سيلز اللي هي حصل لها انفكشن بالريبس فيروس، هي كاركترستيك للريبس فيروس. اسمها كده ليه؟ اتسمت على العالم الايطالي بتاع باثولوجي اللي هو اكتشفها، كان اسمه نيجري في سنة 1903. دي وبتتصبغ بطريقة السيلرز تكنيك، وال بتتشاف بالميكروسكوب العادي اهو. دي صورة ليها في البوركينجي سيلز، نيرف سيلز اهي اهي. ممكن تبقى على فكرة واحدة وممكن تبقى مالتيبل، يعني ممكن الاقي في السيتوبلازم كذا واحد نيجري بوديز وممكن الاقي ايه واحد بس. ادي السهم بيشاور على اهو، دي نيجري بوديز، دي جواها بقى ايه accumulation من فيرال بروتينز اللي احنا قلنا عليها دي، وادي واحدة كمان اهي، وادي واحدة كمان اهي في النيرف سيلز بتاعت في النيرف سيلز اللي هي انفكتد بالريبس فيروس، اسمها النيجري بوديز.
بالنسبة لي تأثير الفيزيكال والكيميكال ايجنت على الفيروس، طبعا زي معظم الفيروسات الفيروس بيحصل له inactivation عند درجة حرارة 56 لمدة نص ساعة، أو تعريضه لأشعة الشمس المباشرة لمدة نص ساعة، أو by desiccation بمعنى ما بيستحملش كتير في العينات اللي هي حصل لها مثلا dryness أو متسابة، يعني فاهمين desiccation يعني حصل لها تحلل مثلا أو حصل لها dryness أو كده، مش هيحصل له survival. طبعا لو احنا عايزين نحافظ على الانفكتيفيتي بتاعته عند سالب 20 او كل ما تقل درجة حرارة هيزيد مدة حفظ الفيروس عندنا، زي سالب 80 هيقعد معايا لأكتر، او طبعا الليفولايزيشن بيبقى احسن واحسن. عايز اعمل له inactivation، زي طبعا هو enveloped virus، بما انه enveloped virus والenveloped ده lipoprotein، يبقى هو sensitive لأي lipid solvent أو detergent، ممكن inactivated by 70% إيثانول زي ما بنعمل دلوقتي في الكورونا، فينول، فورمالين، إيثر، بروتيوليتيك إنزيمز زي تريبسين، البيتا بروبيولاكتون، أو أي lipid solvent أو detergent تاني. بالنسبة للـ pH، لو تحت أسيدك قوي تحت التلاتة أو فوق الـ11 بيحصل له inactivation، أو طبعا باليوفي بيحصل له طبعا inactivation على طول. طيب بالنسبة لي البيولوجيكال كاركتر زي الهيم اجلوتينيشن بروبرتي، طبعا بيعمل هيم اجلوتينيشن الجوز ار بي سيز، بيعمل يبقى هيم اجلوتينيشن لاني سبيشيز من الار بي سيز، الجوز ار بي سيز، بشرط عند درجه حراره 4 والبي اتش بتكون من 6.2 ل 6.8. طبعا هو نون اليوتينج فيروس، نون اليوتينج فيروس ما عندوش النيورامينيديز انزايم. الفيروس ريبليكيشن زي ما قلنا هو ار ان اي فيروس، يبقى هيعمل ريبليكيشن في السيتوبلازم. الجيج لايكوبروتين بيبلوميرس هيحصل لها اتاتشمنت مع السسبتابل سيلز عن طريق الريسبتورز اللي هي الاستايل كولين ريسبتورز على السسبتابل نيرف سيلز. بعد ما الفيروس يدخل بعد الاتاتشمنت ويحصل انتري للفيروس جوه السيتوبلازم زي ما خدنا في الترم الاول، هيحصل له انكوتينج، هيتشال الانفلوب وهيتشال الكابسيد، وهيحصل اكسبريشن للفيرال ار ان اي علشان نبدا نعمل استنساخ لحاجتين. زي ما احنا عارفين احنا دلوقتي عايزين نكون نسخ من الفيرال بروتينز، وعايزين نكون نسخ من الفيرال جينوم، وبعد كده نجمعهم على بعض ونطلع زي ما قلنا الترم الاول. طيب بالنسبة للفيرال بروتينز، طبعا ده احنا قلنا هو نيجاتيف سينس ار ان اي، نيجاتيف سينس ار ان اي، تمام. يبقى الاول يبقى احنا هنعمل ترانسكريبشن لميسنجر ار ان اي، صح؟ يبقى هنعمل الجينوم اللي هو النيجاتيف سينس ار ان اي، هنعمل له ترانسكريبشن انتو ميسنجر ار ان اي. بس احنا قلنا هما 5 جينز عندنا، فهيحصل ترانسكريبشن انتو 5 ميسنجر ار ان اي، كل واحد هيعمل لي انكودينج للفيرال بروتين ده. هوريكم الرسمه دلوقتي يعني، بس هنشوف الشرح ده وبعدين هشرحه تاني على الرسمه دلوقتي. خلاص كده عملنا البروتينز، يعني عملنا الماتريكس بروتين، وعملنا الجي جلايكو بروتين، وعملنا الكابسيد، وعملنا كل حاجه. طيب عايزين نعمل بقى الجينوم، الجينوم نيجاتيف سينس RNA، عايزين نعمل منه آلاف النسخ. هنعمله ازاي؟
هيجي ال RNA polymerase، تمام؟ ال RNA polymerase اللي هو ال RNA dependent RNA polymerase، هيعمل لي الأول نسخة من ال negative sense، هيعمل لي نسخة positive sense، صح كده؟ طيب وبعدين من ال positive sense يرجع يعمل لي نسخة تاني negative sense، اللي هي أنا إيه اللي أنا عاوزاه، اللي هي بتاعت الفيروس، لأن الفيروس negative sense. خلاص طيب، يبقى احنا كده عملنا الجينوم، استنسخنا الجينوم وعملنا البروتينز. بعد كده هيحصل assembly، هنجمع كل حاجة، الجينوميك RNA، ال RNA بتاع الفيروس هندخله جوه الكابسيد، نعمل النيوكليو كابسيد، وطبعا الفيروس انفلوبت، فلما يجي يطلع هيطلع بالايه؟ هيطلع بالبادينج عن طريق السيل ممبرين، وياخد الانفلوب بتاعه ويحصل له ريليز من الخلية عن طريق البادي. تعالوا نشوف الرسمة، كل الكلام اللي قلته ده من شوية متوضح في الرسمة هنا. الفيروس اهو مسك، الفيروس مسك في الجي جلايكوبروتينز، مسكت مع الاستايل كولين ريسبتورز اللي على النيرف سيلز، تمام؟ حصل انتري للفيروس، بعد كده انكوتينج وطلع الجينوم، الجينوم اهو النيجاتيف سينس ار ان اي. طيب حصل ترانسكريبشن لميسنجر ار ان اي، بس لخمسة ميسنجر ار ان اي، كل واحد طلعنا تاني هنا اهو عشان يحصل لها ترانسليشن، كل ميسنجر ار ان اي هيحصل له ترانسليشن لبروتين، يعني كل واحد هيحصل له ترانسليشن لبروتين. مثلا عمل الجي جلايكوبروتين اهو، ماشي اهم مستنيين، راحوا فين؟ مستنييني على السيل سيرفيس عشان لما اطلع وانا بعمل بادينج يطلعوا هم فوق الانفلو. وايه تاني؟ الماتريكس بروتين حصل له ترانسليشن ومستنيني. طيب الكابسيد بروتين او نيوكليو كابسيد مستنيني، الانزيمات والماتريكس كل حاجه مستنيه، تمام. طيب نيجي نشوف، ادي عملنا البروتينات، طيب ادي الجينوم نيجاتيف سينس ار ان اي، عايز اعمل منه الاف النسخ، هعملها ازاي؟ الاول هعمل منه positive sense، يعني النيجاتيف هجيب منه positive sense، علشان ليه بعمل كده؟ علشان البوزيتيف ارجع اجيب منه تاني negative sense اللي هو انا عايزاه، لان مش هقدر اجيب negative من negative، لازم اجيب negative اجيب منه positive اللي هو عكسه، ومن البوزيتيف اجيب منه النيجاتيف. خلاص يبقى انا كده اجزاء الفيروس كلها جاهزة عندي، فاضل بس اجمع كده، كل حاجة بتتجمع اهو، اهو كل حاجة متجمعة، هو طالع بقى هيعمل بادينج، والجلايكوبروتين ببلوميرس مستنية هنا اهو عشان تعمل بادينج، وايه يطلع في شكل فيروس تاني زي اللي فوق اهو، زي اللي هو كان داخل بالظبط. ده الريبليكيشن بصورة مختصرة بتاعت الفيروس. الانتيجينيك بروبرتيز، هل هو زي الانفلونزا كده، زي الاف ام دي كده له كذا سيرو تايب؟ لا، هو سنجل انتيجينيك تايب. طيب طبعا هو الجي بروتين الانتيجين، الجي بروتين، الجي جلايكو بروتين ده الموجود على السيرفيس بتاع الانفلوب بتاع الفيروس، وظيفته اللي هو طبعا زي ما شفنا دلوقتي في ريبليكيشن بيعمل اتاتشمنت للاستايل كولين ريسبتورز بتاعه النيرف سيلز. تاني حاجه، هو ده مهم جدا في انه يحدد الفيرولانس بتاع الفيروس. الحاجه اللي بعد كده، طبعا هو سترونجلي انتيجينيك، ووجد ان هو زي ما قلت لكم هو برضو مسؤول عن عملية الهيم اجلوتينيشن، وبيطلع ضده الهيم اجلوتينيشن، هيم اجلوتينيشن ان الهيم اجلوتينيتنج انهيبيشن انتي بوديز اللي بستخدمها في التست.
طبعا اخر حاجة هو زي ما قلت لكم مسؤول عن، هو اللي هيطلع الهوست، هيطلع الانتي بوديز ضد الجي جلايكوبروتين، لانه هو اهم حاجة في الفيروس، لانه هو اللي هيحصل له اتاتشمنت مع الريسبتورز اللي على النيرف سيل بتاعة الهوست، وهو بيعمل ستيميوليشن للسيل ميدييتد اميونيتي. طيب لكن بيقول في ان الفيروس، ممكن اقول ان في حاجة اسمها الفيكسد سترين والستريت سترين، الستريت فيروس يعني الريبس، في فيكسد وفي ستريت فيروس. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم يعني هقولكوا في ايه، بس هو بيبقى في الاوريجين وما يتبعها. يعني الستريت فيروس هي الفيرو الريبس فيروس اللي هو من اسمه اللي هو isolated from natural cases، يعني من حالة ريبس من يعني natural case من human أو animal infection، natural infection يعني natural case of infection. والانكيبيشن بتاعتها بتبقى بتاعت المرض بتبقى variable، يعني من عندك من اسبوع لحد مثلا 12 اسبوع او 3 شهور. طبعا incubation period بتختلف على حسب مكان العضة زي ما هنشوف دلوقتي، لكن الامور في الستريت فيروس طبيعية. طيب امال ايه الفيكسد فيروس؟ الفيكسد من اسمه كده مثبت. الفيكسد فيروس جاي منين؟ لا ده مش جاي بقى من مش جاي من الشارع، مش جاي من natural case، ده جاي في المعمل. جابوا الفيروس وعملوا له several intracerebral passage، مرروه كذا مرة سواء في lab animal أو في tissue culture. تمام، فبناء على التمريرات دي يعني قعدوا يمرروه في مخ اللاب animal أو في tissue culture كتير، فبناء عليه الـ incubation period بتاعته بقت fixed، يعني ما بقتش variable زي في الـ natural case كده، لا بقت fixed، بقت محددة، يعني في خلال من 4 أيام لأسبوع خلاص بيظهر الأعراض. ده الـ fixed virus. نشوف برضو الـ differentiation ما بينهم في جدول. الـ street virus ده جاي منين؟ قلنا من الـ natural cases of rabies. الـ fixed virus has a short و fixed incubation period. طيب الـ source، الـ street virus جاي من الـ saliva of the infected animal. الـ fixed virus جاي منين؟ قلنا repeated passage of the virus في الـ brain of lab animals زي الـ rabbit. فالانكيوبيشن بيريود حصل لها ايه؟ قلت، ماشي، وبقت فيكسد، بقت محددة مش فاريبل، بقت محددة. طيب النيجري بوديز اللي قلنا عليها، الستريت فيروس بيعمل لي نيجري بوديز، هلاقي نيجري بوديز في حالة الستريت فيروس. في الفيكسد فيروس مش هلاقي النيجري بوديز. الانكيوبيشن بيريود في الستريت فيروس بتبقى لحد ما طويله وبتبقى فاريبل، في الفيكسد فيروس احنا قلنا بتبقى شورت وبتبقى فيكسد من 4 لـ 7 ايام. بالنسبه للباثوجينيستي يعني الفيروس ده هيأثر على الباثوجينيستي يعني للهيومن والانيمال، بيبقى باثوجينيك لكل الورم بلودد انيمالز او الماملز. طيب الفيكسد فيروس لا، المفروض ان هو بيبقى، المفروض ان بيبقى نون باثوجينيك للهيومنز، او بيبقى باثوجينيك اندر سيرتين كونديشنز بس، لان انا مررته كتير في الرابت، فالمفروض انه حصل انكريز للفيرولانس للرابت، ولكن في نفس الوقت بقلل الفيرولانس للاذر هوست اذر سبيشيز. ما هو انا بمرره ليه؟ عشان انا هعمل فاكسين منه بعد كده، فالمفروض ان هو ما يكونش باثوجينيك للاذر سبيشيز. طيب هل الفاكسين بريباريشن، هل الستريت فيروس ممكن اعمل منه فاكسين؟ لا طبعا، كان نوت بي يوزد.
الفيكسد فيروس هو ده بستخدمه عشان اعمل منه الانتي ريبس فاكسين. بالنسبه لخاصيه الهيم اجلوتينيشن الستريت فيروس ما بيعملش الهيم اجلوتينيشن، الفيكسد فيروس هو بيعمل اجلوتينيشن للجوز ار بي سي زي ما قلنا عند درجه حراره 4. لو حبيت اعمل ايزوليشن ازرع الفيروس او كالتيفيشن نعزل الفيروس او نعزل الريبس فيروس، عندي الثلاث اختيارات اللي خدناهم في العملي. ممكن استخدم الامبريونيتد تشيكن اكس بيض الدجاج المخصب عن طريق اليوك ساك روت، تمام. وعلى فكرة ممكن كمان استخدم الدك امبريو، يبقى تشيك امبريو او الدك امبريو، هلاقي فيه مورتاليتي في الامبريو في خلال من 5 ايام لاسبوع. طيب ممكن استخدم التشو كالتشر، طبعا ممكن نستخدمه زي البيبي هامستر كيدني، ممكن تشيكن امبريو فايبروبلاست، ممكن تشو كالتشر جاية من البورساين اللي هو البيج من تشو بتاع الخنازير او الماوس سيل لاينز. الفيكسد ريبس سترين اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل منها الفاكسين بتبقى يوجوالي جرو في الفيرو سيل لاين اللي هو الافريكان جرين مونكي او الهيومن ديبلويد سيل لاينز. السيتوبلاستيك افكت اللي بيحصل ما بيبقاش واضح كتير، لكن بعد كده بعمل ديتكشن لوجود الفيروس ولا لا مثلا بالفلوريسنت انتي بودي تكنيك او اذر تكنيكس. طيب اللابوراتوري انيمالز طبعا بستخدم الساكلينج مايس بحقنها انترا سيريبراري، بيعملي طبعا انسفاليتس وزي ما انتم شايفين في الرسمة بيعمل انسفاليتس وباراليسز وكده في المايس، وبيموتوا في خلال من 5 ايام ل21 يوم. بعد كده باخد البرين تيشو واعمل ديتكشن للنيجري بوديز، او باخد سمير من البرين بتاع المايس واعمل ديتكشن للفيروس بالدايركت فلوريسنت انتي بودي تكنيك. الترانسميشن العدوى بتيجي ازاي؟ طبعا اهم حاجة الانيمال بايت، انيمال بايت بيكون كلب او قطة او اي حيوان بيبقى ريبد عض الانسان او عض حيوان تاني بيتعدي طبعا عن طريق العضة، السلايفا بتخش مع العضة، السلايفا بيبقى فيها الريبز. طيب لو ما كانتش عضة واضحة ممكن بتبقى الليكس دي، وخصوصا في القطط، القطط بتبقى طبعا بتعمل ليكينج على طول في المخالب بتاعتها وكده، وبعد كده تيجي تعمل سكراتشز على مثلا على جسم الانسان او كده، بتبقى كونتامينيتد بالسلايفا فتنقل العدوى، او لو السلايفا جت ان كونتاكت باي طريقه من الطرق مع اوبن ووند كان على ايدك او في الاي او الماوس او النوز، المهم بالكونتامينيتد سلايفا. طيب هل ممكن هيومن تو هيومن ترانسميشن؟ طبعا الحالات دي ما تسجلتش، ولكن بس هيومن تو هيومن ترانسميشن ريكوردد بس عن طريق نقل الاعضاء، وخصوصا الكورنيال ترانسبلانت لما نقلوا الكورنيا من هيومن تو هيومن، وكان اللي هو طبعا اللي هو الدونر كان عنده ريبز او مات من الريبز يعني، فوجدوا ان هو اللي هو اداله الكورنيا اصيب بالريبز، وده حصل في 8 حالات كورنيال ترانسبلانت حصل فيهم نقل لعدوى الريبز عن طريق الكورنيا. طبعا
أهم ريسك للهيومن بيجي من الكلاب والقطط والخفافيش، الناس اللي بتروح مثلا سفاري أو رحلات أو كده، المونكي، الفوكسز، الكاتل، الولفز. طيب بيقولك، طيب ممكن فار، لو عديني فار أو عديني رات أو كده، هل أروح بقى الطعم والكلام ده؟ طبعا احنا كوقاية طبعا بنطعم وكل حاجة، بس هو بيبقى بيقولك رير ان السمول انيمالز دي، الرات او المايس، انها تنقل الريبز، لان هي لو فرضا ان هو يعني هاجمها حيوان كبير زي كلب او قط عنده ريبس، هي اساسا مش هتعيش، يعني هي عشان صغيرة مش هتلحق تعيش عشان تنقل العدوى لهيومن او حد تاني. فرير انه بيجي الريبس عن طريق الكائنات الصغيرة زي المايس والرات. زي ما قلنا ترانسميشن بتوين هيومنز اكستريملي رير، وما بيحصلش غير في الاورجان ترانسبلانت زي الكورنيا. الانهاليشن بالايروسولز برضو فيري فيري رير. طبعا العدوى عن طريق ان اكل اللحم الرو ميت او اي انيمال درايف تيشو لم يسجل خالص في الهيومن. طبعا ازاي بيحصل الحيوان الريبد انيمال بيعض الانسان، بيحصل بايت، فالكونتامينيتد سلايفا بتخش التشو بتاع الهيومن، بيحصل له اول حاجة بيحصل ريبليكيشن ولكن محدود جدا في مكان العضة، في الماسل مثلا، بس مكان العضة ولكن ريبليكيشن محدود جدا. بعد كده الفيروس بيطلع عن طريق البريفرال نيرفس سيستم، لي عايز يطلع السنترال نيرفس سيستم طبعا عن طريق السباينال كورد لحد ما يوصل ايه البرين ويعمل فيتال انسفاليتس. بعد كده هيبدأ بقى يحصل له اكسكريشن من الاورجانس التانية، اشهرها السليفري جلاند والاي والكيدني، هيطلع في اليورين وكده عشان يحصل بقى عدوى هنا نفس برضو الرسمة، بيحصل بايت، بيحصل ريبليكيشن في الماسل او في السنسوري نيرف اندينجز في مكان العضة، وبعد كده هيطلع عن طريق السباينال كورد لحد البرين، وبعد كده يحصل له اكسكريشن في السليفري جلاند ويطلع بقى عشان لما يعض حد تاني تبقى السلايفا تبقى انفكتد بالفيروس. الانكيوبيشن بيريود طبعا اللي هي الوقت ما بين العضة البايت وظهور الأعراض، بتبقى من يعني من 1 لـ3 مانس، يعني حوالي 90 يوم غالبا، ولكن ممكن تبقى أسبوع، وممكن في حالات بتبقى لحد سنة، يعني لحد سنة ما بيظهرش عليه أي أعراض خالص، وبعدين تظهر أعراض الريبز وتحصل ويتوفى في الآخر الإنسان. طيب ده بيعتمد على إيه؟ طبعا بيعتمد أول حاجة على الـ place of the body، مكان العضة فين. كل ما تكون بعيدة عن البرين كل ما يكون الـ incubation period هتكون أطول. the distance of the virus اللي هو لازم يعمل لها traveling along the peripheral nervous عشان يوصل لل central nervous system. severity شدة العضة طبعا، يعني كمية ال inoculum يا جماعة اللي هو كمية الفيروس اللي حصل له inoculation في البايت. عدد الجروح قد ايه، طبعا دي برضو هتدل كمية الفيروس اللي حصل له انوكليشن قد ايه، الكمية الـ amount of الفيروس اهو زي ما قلت لكم. هل في كان في protection ولا لا بالكلوزس، بحيث انها
يعني حمتني شوية، مش كله دخل في السكين وفي المصل ودخل على طول في الجسم. التريتمنت تيكن يعني هل انا لحقت على طول عملت كليننج للوند بالمية والصابون بالكحول خدنا الفاكسين على طول وهكذا زي ما هنشوف دلوقتي. الأعراض الريبز في الإنسان بتبدأ الأول ما بقاش في أعراض، بعد كده بيبقى في أعراض مش كاركترستيك، بتبقى أعراض يعني كجنرال، يعني ممكن يبقى في فيفر وهيديك ووجع في الجسم، سور ثروت، وجع في الزور. بعد كده طبعا اول ما الاعراض يا جماعه تظهر خلاص، ما ولا نافع فاكسين ولا نافع حاجه خالص. بعد كده هيخش بقى في المرحله بتاعه الهلاوس والتشنجات والعدوانيه، وبيعمل violent movement، بيبقى عدواني وبيعمل حاجات كده مش مفهومه وتشنجات. بيبقى المسلز بتاعت الاسوفيجاس كلها متشنجة، او بيحصل فيها زي نوع من انواع شبه باراليسس، فبيبقى مش قادر يبلع مية خالص، فمجرد بس يشوف كوباية المية قدامه بيحصل له خوف شديد. عشان كده قلنا المرض له اسم تاني اللي هو الهيدروفوبيا، بيخاف خوف شديد من المية، نتيجة برضو ان هو مش عارف يبلع حتى السلايفا بتاعته، فبيحصل فومينج عند الماوس، في الاخر بيحصل فيه كوما طبعا، وفي الاخر بيموت نتيجة فشل تنفسي، نتيجة باراليسيس في العضلات التنفس، وبيموت نتيجة الفشل التنفسي. هنا اهو انفكشن، بيبقى فيه فيفر وسور ثروت، مش عاوز ياكل، بيبقى فيه بين، هالوسينيشن، سامع اصوات، مش عارف يبلع خالص. بعد كده زي ما قلت لكم فيه كوما، وبعد كده ديس. طبعا بيبقى معروف ان فيه سيمتومز، سوري، فيه هيستوري من بايت اوف اي ريبيد انيمال. بالنسبة للحيوان بيمر بيه ثلاثة ستيجز، يعني هتلاقي الكلب مر بيه ثلاثة ستيجز لما السيمتومز تظهر عليه. الفيرست ستيج اللي هو البرودرومال ستيج بيبقى حوالي من يوم لثلاث ايام، بيبقى يعني مش كاركترستيك قوي، بس بيهيفير يعني في شوية اختلاف في البيهيفير بتاعه، يعني الاونر بتاعه هيحس ان في اختلاف في البيهيفير بتاعه. يعني هو لو هو انت متعود ان هو يبقى فريندلي وهادي، لا هتلاقيه شوية بقى ممكن اجريسيف ناحية الاونر بتاعه، يعني هتلاقيه بقى غريب شوية. بعد كده هيبقى في الفيوريا ستيج، او اللي هو بقى الستيج اللي في اكزايتيشن بقى، ده هيبقى 3 4 ايام، عايز يعض اي حاجة بتتحرك قدامه، بيبقى هايبر اكتيف لاي ستيمولاي، وعايز يعض اي حاجة بتتحرك، ماشي، بيبقى very excited. طيب الباراليتيك ستيج ده عكس بقى الستيج التانية، بيحصل بقى دامج في الموتور نيورونز، وبيحصل انكوردينيشن، ماشي، بيترنح، في ليمب باراليسز، بيبقى في خلاص شلل في الاطراف اللي ورا مثلا، درولينج يعني السلايفا عماله تنزل، مش بتنزل كتير كده زي الروبس، سلايفا كتير مش قادر يبلع خالص نتيجة paralysis للفيشيال والثروت muscles، وبيحصل برضو ديس نتيجة فشل تنفسي respiratory arrest. هنا اهو طبعا واضح جدا جدا characteristic signs اهو، سواء في القطط او في الكلاب
اهو ال salivation الجامد، هنا ال furious stage اهو. طيب ال laboratory diagnosis of rabies، السامبلينج باخدها منين؟ طبعا هاخد من السلايفا، هاخد من السيريبروسباينال فلويد، ممكن اخد دم، ممكن اخد يورين، ممكن اخد سكين مكان البايت، ممكن اخد طبعا برين بايوبسي، طبعا من الكلب، طبعا مش من هيوم، باخد برين بايوبسي من، بس ده طبعا في البوست مورتا باخد البرين بايوبسي لو الكلب ايه ميت. طيب تاني حاجة، اشهر حاجة في الديتكشن اوف الريبس ان انا اعمل النيجري بوديز من الامبريشن سمير بتاعت البرين تيشو، هنعمل لها ستيننج بالسيلرز تكنيك واعمل ديتكشن اوف النيجري بوديز، وشفنا شكلها من شوية. تالت حاجة برضو اشهر حاجة في اللابوراتوري دايجنوزيس الدايركت فلوريسنت انتي بودي تكنيكس باستخدام المونوكلونال انتي بوديز اللي هي انتي بوديز سبيسيفيكلي الريبس. هعمل هاخد سمير من الكورنيا او السكين بايوبسي جاية من مكان البايت، او ممكن اخد من السلايفا، تمام. كل ده لو هو الحالة قدامي انتي مورتم، لو خلاص عندي الحالة ميتة ممكن اخد بقى ايه برين سمير او برين تيشو من باخد امبريشن سمير من البرين، او بعمل تيشو سيكشن من البرين واعمل الدايركت فلوريسنت انتي بودي تكنيك زي ما خدنا. بتبقى طبعا البوزيتيف بيبقى جرينش يلو، ها دوتس تبقى اهو واضحة جدا، هنا البوزيتيف وهنا بيبقى ايه السلايد الاسمر دي بتبقى ايه النيجاتيف زي ما خدنا في العمل. ممكن اعمل فيروس ايزوليشن على الامبريونيتد تشيكن ايجز او تيشو كلتشر او لاب انيمالز، ودي انا قلتها في السلايد اللي فاتت مش هشرحها تاني بالتفصيل، لكن لو انطلب منك اللابوراتوري دايجنوزيس هتضيف السلايد اللي هي اللي شرحتها من شوية اللي فيها الايزوليشن مع الكلام ده. السيرو دايجنوزيس اللي هو السيرولوجيكال تكنيكس عشان اعمل ديتكشن بقى للانتي بوديز مش للفيروس، مش valuable ليه؟ لانه مش هيعيش كتير بقى ان انا لسه هاخد منه انتي بوديز والكلام ده يعني، فمش مش مش يعني مش ذات قيمة قوي. طبعا البي سي ار هعمل بي سي ار، الار تي بي سي ار، الفرق بين البي سي ار والار تي بي سي ار زي هناخدها ان شاء الله في السكشن. بي سي ار لما يكون بيبقى دي ان اي فيروسز، لما بيبقى ار ان اي فيروسز بقول عليه ار تي بي سي ار، برضو بيبقى تيست سريع وسنسيتيف. طيب نعمل ايه لما يحصل بايت، لما واحد يتعض من دوج، يعني بوست اكسبوجر مانجمنت بعد العضه نعمل ايه؟ رقم واحد، اول حاجه لازم انضف الجرح كويس جدا بالسوب والووتر، ميه والصابون، زي ما احنا دلوقتي عمالين نقول في الكورونا اغسل ايدك بالميه والصابون. ليه؟ علشان اعمل نيوتراليزيشن للفيروس بالصابون، لانه انفلوبت فيروس، دم انفلوبت فيروس، اغسل بالميه والصابون لمده 10 دقايق، اغسل الجرح كويس جدا جدا بالميه والصابون لمده 10 دقايق. بعد كده طهر بإيثايل الكحول، طهر بإيثايل الكحول قد ما تقدر. رقم 3، سيرجيكال مانجمنت، في جروح هتحصل لها هتحتاج خياطة جراحة وفيها خيوط، في جروح لا، يعني دي على حسب بقى شدة الجرح وعمق الجرح وهكذا. طيب قبل الفاكسين في الباسيف اميونايزيشن، الباسيف اميونايزيشن ان انا حدي الاميونوجلوبولينز الجاهزة، حدي السيرم، حدي الانتي ريبس سيرم، تمام، حديها في الووند وحوالين الووند على طول، بديها انتراماسكولار. ممكن بتبقى جاية من هيومن، بتبقى هيومن ريبس اميونوجلوبولين او اكواين ريبس اميونوجلوبولين، ماشي، بس دي مش في كل الحالات وهنقولها دلوقتي.
طبعا الكلب او القط او ايا كان العض ممكن يكون فيه برضو كلوستريديوم تيتاني، حدي الانتي تيتانيك سيرم وحدي انتي بيوتيك، لان هو بغض النظر في ريبز ولا لا هيبقى فيه برضو بكتيريال تانية، ففي حدي انتي بيوتيك وحدي انتي تيتانيك سيرم. بعد كده طبعا الفاكسين، دلوقتي الفاكسينات بتبقى جاية من، هنقول الفاكسينات دلوقتي بس هي عادة دلوقتي اللي هي من الفيروسيل او من الميرينيتد تشيكن ايج ريبس فاكسين، دلوقتي بتبقى 5 جرعات انترا ماسكولار عند اليوم اللي هو يوم العضة والتالت والسابع والاربعتاشر والتمانية وعشرين، بنديها في الكتف في الدلتويد ماسل في الانسان. تمام. طيب مين بقى يعني امتى، هل كل اللي تخربش وكل اللي يعني اتعض وكله ياخد؟ الكاتيجوريز اللي حددتها منظمة الصحة العالمية، لو انا سسبكت طبعا عضني حيوان او كلب وانا مش عارفة هو ريبت فيروس ولا لا، ريبت سوري ريبت دوج ولا لا، المفروض لو الكلب يعني لو الكلب موجود ان احنا نحبسه لمدة 10 ايام، لان هو غالبا الانكيبيشن بيريود في الدوج بتبقى حوالي 10 ايام او اسبوعين، هنحبسه لمدة 10 ايام ونشوف الاعراض ظهرت عليه ولا لا. ولو ظهرت عليه يبقى انا اخد انا الفاكسين واعمل فاكسينيشن سكيم كلها، لو ما ظهرتش عليه الاعراض يبقى ما فيش داعي للفاكسينيشن. طيب الكاتيجوري 1 بيقول لك لو انت عملت تاتشينج، لو لمست حيوان كلب مثلا او بتاكله او الانيمال ده عمل ليكينج للانتاكت سكين بتاعك، يعني ما فيش ووند وما فيش حاجه، يبقى اذا ما فيش اكسبوجر، مفيش يعتبر مفيش إصابة، يبقى ما مش حدي حاجة، مفيش فاكسينيشن، مش مستاهلة فاكسينيشن خلاص. طيب الكاتيجوري 2 لو في مينور سكراتشز زي القطط كده أو أبريجنز، حتى لو من غير بليدنج، لا يبقى هو كده حصل اكسبوجر، يعتبر انه حصل اكسبوجر، لازم اعمل immediate vaccination و treatment للوند. كاتيجوري 3 لو حصل single او multiple transdermal، يعني عدت السكين bites او scratches او حصل contamination للميوكس ميمبرين او البروكن سكين بالسلايفا of الانيمال، او حصل لك exposure مع ال direct contact مع خفاش زي البات هاجم عليك مثلا في وشك أو حاجة فجأة، ده الحالة دي severe exposure، يبقى مش بس يحدي الفاكسين، حدي طبعا immediate vaccination وحدي كمان rabies immunoglobulin خلاص، وهكمل اللوكال تريتمنت اوف الووند زي ما احنا عملنا. طيب لو واحد متحصن وبعدين متحصن، يعني واحد مثلا فيترينيريان او واحد اونر ومتحصن، يعني متحصن من غير ما يتعض وبعدين راح عضه بقى ريبد، يعمل ايه؟ ده هياخد جرعة واحدة بس اللي هي بوستر دوز، هياخد جرعة واحدة بس اللي هي بوستر دوز. اهو الريب الدوك لو vaccination before exposure، لو هو عمل كان متحصن قبل كده هياخد vaccine بس وهياخد بوستر دوز بس، لو لأ هياخد vaccine وهياخد اللي هو الاميونوجلوبين الريبس اميونوجلوبين. طيب اخر حاجة الريبز فاكسينز انواعها،
أول حاجة خالص سنة 1948 كان في حاجة اسمها الفلوري فاكسين. الفلوري ده اسم بنت، كانت بنت صغيرة أصيبت بيه، كان عضها كلب وماتت وخدوا منها الفيروس. جابوا الفيروس ومرروه 136 مرة في البرين بتاع تشيكس عمرها يوم. جابوا فراخ عمرها يوم وجابوا الريبز من العينة بتاع البنت الصغيرة اللي ماتت دي اللي اسمها فلوري، وفضلوا يمرروه 136 مرة في البرين بتاع الفراخ عمر يوم. خلاص بعد كده خدوا الفيروس بعد ما مرروه 136 مرة، وراحوا مررينه تاني من 40 لـ60 مرة في الامبريونيتد تشيكن ايجز. شوفوا كم مرة. في الاخر طلعوا منه فاكسين بعد كل التمريرات دي وسموه فلوري فاكسين، بس فلوري لو ايج باساج. لو ايج باساج يعني بعد كل ده برضو لو ايج باساج يعني متمرر لو يعني مش كتير. خلاص وجدوا ان الفاكسين ده لما بنحقنه انترا ماسكولار في الكلاب الكبيرة سيف، بيحميهم ضد الريبز وما بيعملش فيهم مرض. لكن لما وجدوا ان هم بيحصنوا بيها اليانج بابيس والكاتس والكاتل وجدوا انه بيعمل المرض، بيعمل ريبز، فمنعوه بقى ابروفد بس في الكلاب فوق الـ3 شهور. طيب خدوا الفاكسين ده ومرروه اكتر، ماشي، يعني بدل 40 لـ60 مرة في البيض، لا ده مرروه في البيض بقى 100 لحد 180 مرة. فنتج عنه الفاكسين اللي هو الفلوري بقى المرة دي هاي ايج باساج، لانه متمرر 180 مرة. ده بقى سيف ان هو يتحقن انترا ماسكولار في الكاتس والكاتل من غير ما يعمل الريبز. طيب في فاكسين تاني الدك امبريو فاكسين، ده متحضر من السترين اللي هو الباستير رابيد فيكسد فيروس على اسم العالم طبعا باستير، اللي هو كان برضو محضر ريبز فيروس، وخدوا السترين ده وبعد كده حقنوه في الامبريونيت الدك، جابوا بيض دك ومرروه فيه، وبعد كده الفيروس طبعا موتوه بالبيتا بروبيولاكتون، عملوا له ان اكتيفيشن بالبيتا بروبيولاكتون، ده طبعا اللي كان بيتاخد زمان في ساب كات في البطن كل يوم دوز لمده 21 يوم. طبعا ده خلاص قديم ما عادش بيتاخد بقى خلاص النظام ده. في نوع تالت من الفاكسين اللي هو السيمبل. سيمبل ده اسم عالم تقريبا بريطاني، هو كان عامل الفاكسين ده سيمبل تايب فاكسين، ده كان عامله في البرين تيشو، معمول من البرين تيشو اوف انفكتد انيمال زي الشيب، برضو عمل انكتيفيشن الفيروس بالبيتا بروبيولاكتون، بس وجدوا ان الفاكسين ده له سيفير سايد افكت وممكن اللي ياخده يحصل له باراليسيس. في دلوقتي الحديث اللي هو السيل كالشر فاكسين، الفاكسينات اللي معموله في التيشو كالشر زي الهيومن ديبلويد سيل لاينز، دي اللي هي اللي بناخدها وبناخد 5 دوزز زي ما قلنا. في البيوريفايد تشيكن امبريو سيل فاكسينز معموله في التشيكن امبريو، او اللي معموله في الفيرو سيل، في الفيرو سيل لاينز دي المنظمه الصحه العالميه ابروف، او في الفاكسينات الحديثه دلوقتي اللي هي الريكومبيننت فاكسين المعموله بالدي ان ايه تكنولوجي زي ما خدتوا الترم الاول. اهم حاجه انا عندي ايه في الفيروس اللي هو طبعا الجي بروتين. طيب خلاص مفيش احتياج ان انا اخد الفيروس كله، يبقى انا هاخد الجي بروتين بس، هنقله لفيروس تاني كبير الفاكسينيا فيروس ده من عيله البوكس، هركبه عليه وبعد كده ده انا هحقنه في الهيومن مثلا، مش هيعمل لي مرض ولكن هيعمل لي طبعا هيعمل لي ريبليكيشن
وهيحصل اكسبريشن للجي بروتين معاه، وهيطلع لي نيترالايزنج انتي بوديز. احنا كده خلصنا الريبز. البوفاين افيمرال فيفر مش هنشرحه، بس طبعا هو من نفس هي السلايد دي بس اللي عليه. احب بس انتوا بس تعرفوا هو البوفاين افيمرال فيفر هو له اسم تاني اللي هو الثري داي سيكنس، ده ارثروبود بورن ديزيز، ده ديزيز بيتنقل عن طريق الحشرات. بعد كده لما نكمل المحاضرات ان شاء الله تعملوا تجميع عن ايه هي الارثروبود بورن ديزيز، الفيروسات او الديزيز بتتنقل عن طريق الحشرات. طبعا هو caused by bovine ephemeral fever virus. ده تبع جينس ephemerovirus family rhabdoviridae. ده بيعمل فيه الكاتل، بيصيب الكاتل، بيعمل فيفر وستيفنس وليمنز ونيزل واكولار ديستشارج، وبيخليها على طول بيعملها هايبوكالسيميا، فبيخليها على طول يعني زي رقدة وسيسيشن اوف رومينيشن وايه ماسل تريمورز وكده. بياخد الكورس 3 ايام ويعني وبتعافوا، عشان كده اسمه 3 day sickness. بيبقى هاي morbidity يعني نسبة الإصابة بتبقى عالية، ولكن very low mortality ما بيحصلش في mortality منه. كده احنا خلصنا ان شاء الله الحمد لله.